كنا رفعنا عديد المطالب، وكنا أمضينا محضر اتفاق مع الوزير بتاريخ 8 أبريل الفارط، محضر اتفاق ينص على الزيادة في المنحة الجامعية والتوسيع في عدد المنتفعين بها، وينص على تغيير آليات احتساب الأعداد وتغيير آليات إنجاز الامتحانات، خاصة الامتحانات اللي تعدى في البرانسيبال وما تعداش في الكنترول. صححنا أني بشتول يتعدى في الكنترول وعدد من المسائل النقابية الأخرى. وفما المسألة الثانية الاستعجالية واللي زادت حق نتياسر الفضاء الجامعي، هي تصريح الوزير بأنه السنة الجامعية هذه لن يتمكن الطلبة من الترسيم الاستثنائي اللي نسميه نحن الترسيم الرابع ولا نسميه الكاتريم انسكري. صارت عديد تحركات النقابية من مسيرات إلى اعتصامات إلى أضربات جوع بكافة أنحاء البلاد، لكن الوزير ما زال يصم وذنيه مش على المطلب برك، بل حتى على التفاوض. حتى التفاوض ما صارش ما بينه وما بين الوزير أصلا في هذه المسألة. هو يصر دائما على الخطاب المتشدد المنطقة نحن سنطبق القانون، في حين القانون غير واضح، القانون غير دستوري، يتناقض مع الفصل 39 متاع الدستور الجديد متاع البلاد، القانون يتناقض مع الاتفاقات الدولية اللي مصحتها تونس، وروح القانون في حد ذاتها معناها تخلي الطالب يتمتع بالترسيم هذا لأنه ترسيم للامتحانات وليس ترسيم للامتحان. وين وصل الاحتقان خذاء أعلى درجاته وقت كنا منظمين اعتصام سلمي وقانوني في وزارة التعليم العالي من الاعتصام. الاعتصام هذا اللي سندوه المجتمع المدني، جاء طلع عليه نقابيين، جاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جاءوا نواب، وكان في أجواء سلمية طيبة، وكان قانوني بترخيص معناه ممضى من معناه السلطات الأمنية. لكن ما رأنا إلا أنه قوات الأمن وبدعوة من وزارة التعليم العالي، الدعوة كان ممضى عليها سيد محمد عادل بن عمر رئيس ديوان الوزير نيابة عن الوزير، دعا فيها الأمن لفك الاعتصام بالقوة. وذاك اللي صار نهار ثالث الاعتصام، الأولاد معنا المعتصمين وهم نيام يدخل عليهم الأمن ويخرجهم بالقوة من الاعتصام، ويوقف زوز من مناضلي الاتحاد اليوم أنيس بوسليمي وعمر بالحاج عمر، وبعد يتم تسييبهم حاولوا يضغطوا عليهم باش يصحوا على أبحاث فيها اقتحام وزارة وتعطيل قليل شغل وفيها أكاذيب، لكن رفضوا الأمضاء وتم إطلاقهم بعد ما تكثفت حركة المساند. أثناء العام الأول سيمستر الأول لو فات تحركات الميدانية تقريبا باش تنتهي غدوه، ولذلك مادام ما تحلش التفاوض نحن قررنا مقاطعه امتحانات السداسي الاول. عندنا بعد قليل معناها المسيره قدام القصبه للاحتجاج ولتحميل رئيس الحكومه مسؤوليته، ولان يتدخل وان يضع وزير التعليم العالي قدام مسؤوليته. نحن متشبثين بالتفاوض وبالحوار كآلية وحيده للتعاطي ما بين الطلبه وسلطات الاشراف، لكن غلق باب التفاوض والحوار هو تصعيد من قبل الوزارة، سيقابله بالطبيعة تصعيد من قبل الاتحاد العام لطلبة تونس. نحن نريد إنقاذ هذه السنة الجامعية، لكن الظاهر أن هذا الوزير لا يريد إنقاذ هذه السنة الجامعية، ولديه حسابات أخرى كان عبر عليها في بعض التصريحات أنه حب يواصل إنجازاته في الحكومة القادمة. موجة احتجاجية كبرى ضد هذا التعنت اللامسؤول من سلطة الإشراف، ونحن وقت اللي نسمع الوزير يحكي في الإعلام ويواصل رفضه للتعاطي مع الاتحاد العام لطلبة تونس من ناحية، وكذلك يخرج في وسائل الإعلام ويقول الاتحاد العام لطلبة تونس يحب يشوه المسيرة اللي قام بها. نحن نقول له مش كان الاتحاد العام لطلبة تونس عندك مشكلة معاه ورافض باب التفاوض معاه، أنت يا سيد الوزير رافض التفاوض مع الاتحاد العام لطلبة تونس، رافض التفاوض مع نقابة الأساتذة التعليم العالي، رافض التفاوض مع كل الهياكل النقابية اللي تمثل الوزارة، إنه الاتحاد العام لطلبة تونس إذا كان ما تمش تفعيل القرارات هذه راهو مازال عنده ما يقول، مازال عنده عدة مطالب وعدة قرارات باش يعملها، من بينها إنه باش يكون تصعيد يوم بعد العطلة، باش يكون تصعيد في شكل إضرابات عامة، نحن باش نوصل لإضراب وطني عام، وباش نوصلوا حتى يمكن باش نقاطعوا الدروس، باش نقاطعوا كذلك الامتحانات، واللي هي حاجة ما نحبوش نوصلوا لها نحن كاتحاد طلبة تونس، لكن هو قاعد يجبر فينا وقاعد يجبر فينا في الجانب هذايا. نحن في الأخر ندعوه وندعو عموم الطلبة باش يلتفوا على مطالبهم لأنها تعنيهم.